هاي سي بون سي شفيق، كما قلت لك 140 يوم الى شنو الحل؟ 140 يوم معناتها 120 الف طرناط من الفضلات هذه غرقتنا غرقتنا معناتها في وسط ما نقولش صمت، وانما نتيجه سياسات نتاع التهميش على كل الاسرى. ونتوقع ان الازمه نتاع تراكم الفضلات ما زلت تتواصل. اخر جلسه حضرنا فيها في الوزاره ما زال الحديث على الحرص على الوصول الى حل، باعتبار ان ما ثمش قبول اجتماعي في اي جهه من الجهات لاحتضان مشروع مستقبلي لتثمين النفايات ونقطه تجميع وقتيه للنفايات هذه. انا نتوقع ان ماشي تبقى الازمه هذه متواصله لاسابيع اخرى، وللاسف الشديد انا نتصور لابد على السلطات المركزيه ان تشوف حلول بديله ما تخدمش على استراتيجيه واحده، وانما تخدم على حزمه من الحلول، ولابد ايضا من تدخل رئاسه الجمهوريه بشكل مباشر لاتخاذ اجراءات استثنائيه تتلائم مع الوضع الاستثنائي. في نفس الوقت راهو مش يتم اغراقنا بالبخاره، يتم اغراقنا بالفضلات. في نفس الوقت يقع العمل على تصحير جهه فاقس، على تهجير ابنائها، على تهجير طاقات، على تهجير استثماراتها، على قتل بنائها وتحويل الانشطه نتاعو لموقع جديد اللي نعتبروه مشروع الجريمه الاقتصاديه، مشروع بن علي، مشروع الغبن، مشروع الجريمه الاقتصاديه اللي فرضته القسمه بين النهضه والنداء ومن حلفهم في انهم يحبوا يحولوا الثروه الى منطقه واحده. احنا مع المشاريع اللي تخلق الثروه، لكن ولينا نعيش وكاننا ما خرجناش من استعمار فرنسا، جهويه مقيته لا زالت تعشعش في العديد من الوزارات، وخاصه وزير النقل. واحنا سبقنا وطلبنا تدخل مباشر من رئيس الجمهوريه لايقاف المشروع المسخ هذا اللي من شأنه انه يعمق المديونيه، يعمق الفوارق بين المواطنين، وخاصه الفوارق بين الجهات، ويحصر الثروه التونسيه في مربع انفيضه وما جاورها وتونس العاصمه. آن الاوان لبناء نمط تنموي جديد يقطع مع القديم، واحنا اذا نعتبروا 25 جويلية باش يقطع مع كل السياسات القديمه، فلا بد ان يقطع مع المشاريع نتاع فساد، نتاع كما قلت تعميق الفوارق بين الجهات. قطعوا مع الوزير صراحه معنا اليوم طلبتوها في حل، رجعت لكم الكره معنا بالتاكيد. احنا طلبتوها في الحل مع المدني، ما نجمو الا نعاونوا، ما نجمو الا نعاونوا. الحلول ما تجي تكون في السلطه المركزيه، هم اللي عارفين شنو طبيعه المشاريع نتاعهم، شنو الحزم التنمويه اللي ماشي يجيبوها. دونك احنا ما نجموش ندخلوا في نقاشات مباشره مع اي جهه من الجهات المدنيه الممثلين للسكان في اي منطقه من المناطق، لان هذوما يطالبوك بالتزامات، والالتزامات ما تنجم تعطيها الا السلطه. احنا نساعدوا، احنا نعاونوا في ايجاد الحلول، وماذا بينا تتحل المشكله في لماية ولا في غير لماية، ماذا بينا يقع الاتفاق على مصب، يقع التوافق على المستوى الجهه، لكن على السلطه تلعب دورها كما ينبغي وتقدم كل الضمانات البيئيه والتنمويه لاقناع المتسكنين هذوما.